عرفت منذ سنوات كثيرة منذ أن كانت طفلة، وقد ظهرت عليها الموهبة الكبيرة مما شجع الكثيرين في إشراكها بأعمال عديدة. إنها الفنانة منال عبد اللطيف، فنانة مسيرتها الفنية طويلة برغم صغر سنها. أعزائي المشاهدين، اليوم سنتحدث عن الفنانة المبتعدة عن الفن منال عبد اللطيف ومسيرتها الفنية، كما سنسلط الضوء على أهم القرارات المصيرية في حياتها العملية، فتابعونا. ولدت الفنانة منال في 28 من مايو عام 1982. حصلت على ليسانس الحقوق في جامعة عين شمس، ثم ماجستير في القانون الدولي. بدأت حياتها الفنية وهي طفلة من خلال برنامج الأطفال البرلمان الصغير، ثم اكتشفها المخرج محمود إبراهيم وقدمها في مسلسل الأطفال بندق وبندقة. مسلسل ضمير أبلة حكمة كان نقطة تحول في حياتها، حيث أدت دور بسمة واستطاعت أن تقدم دورها بتميز برغم صغر سنها. تميزت بوجه تلفزيوني جميل من خلال العديد من المسلسلات، ومن أبرزها أرابيسك، السيرة الهلالية، ونيس وأيامه، لا أحد ينام في الإسكندرية، سوق الخضار، على نار هادئة، يا ورد مين يشتريك، أوراق مصرية. وفي السينما شاركت في عدد قليل من الأفلام مثل البوليس النسائي، الأغبياء الثلاثة، استقالة ضابط شرطة، هنحب ونئب، ولا في النية أبقى. أما المسرح فقد شاركت في مسرحيات أخويا هايس ونلايس مع سمير غانم، ومسرحية الرجاء إنقاذ عبد المتجلي. كان آخر أعمالها مسلسل كيد النساء، ثم ابتعدت عن الفن وارتدت الحجاب. وعن قرار ارتداء الحجاب ذكرت أنها اتخذت قرار الحجاب في آخر يوم تصوير لمسلسل كيد النساء، وكانت ترتبط آنذاك بتعاقدها على 5 مسلسلات، ولكنها اعتذرت عنهم جميعا نظرا لأن أدوارها في هذه المسلسلات كانت تتنافى مع الحجاب. كانت قد انتشرت إشاعات بعد ارتدائها الحجاب تفيد اعتزالها الفن، وهذا ما نفته، وصرحت أنها ابتعدت فقط ولم تعتزل، كما أضافت: لا أستطيع القول أني ابتعدت عن التمثيل لأنني أحبه، وسأعود عندما أجد عملا مناسبا ويقدم رسالة أو يمثلني، أو أستطيع من خلاله التعبير عن قضايا ورسالة آلاف المحجبات. بعد ابتعادها ب4 أعوام عادت للأضواء مرة أخرى كإعلامية، حيث شاركت في تقديم برنامج كلام هوانم. أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة ولديها 2. والآن عزيزي المشاهد، كيف ترى موهبة الفنانة منال عبد اللطيف؟ وهل تراها ممثلة أم إعلامية أكثر؟ كان معكم رشا رجب.